للحديث أكثر ينضم معي موفد قناتنا من سرت الزميل رجب بليبلو. بداية أهلا بك في هذه النشرة الإخبارية. المنطقة الغربية بالكامل تشهد سوء في انقطاع التيار الكهربائي، وبما أنك أنت موجود في مدينة سرت، هل لك أن تضعنا في الوضع الخدمي هناك، وأيضا ما تعانيه سرت هي الأخرى من انقطاع في التيار الكهربائي؟ نعم رجب بليبلو. الغرب أو حتى الجنوب نعم هل تسمع لي؟ نعم في الاستماع تفضل. هذه الأزمة عانت منها كافة المدن الليبية وكافة الأقاليم الليبية سواء في الشرق أو الغرب أو الجنوب، وهنا أيضا حتى في المنطقة الوسطى. هذه الأزمة هي نتيجة تراكم الفساد في ملف الكهرباء منذ عام 2011 الى هذه يعني الى عام 2000 والى عام 2020. هذه الأزمات جاءت بالسلب على المواطن. اليوم وطيلة الأيام الماضية نحن نبحث عن المشكلة، فالمشكلة وجدناها هي نفس المشكلة التي تعاني منها كافة المدن وإلا منطقة الشرقية. فالمنطقة الشرقية لا يوجد لديها يعني ضعف توليد أو توزيع المجات كل مدينة أو المخصصات، هي عملية ممنهجة، وذلك بقطع امدادات الوقود والغاز على أبرز المحطات التي تقوم بتوليد الكهرباء. سرت بالأمس كانت 90% من المدينة لا يوجد بها كهرباء. عادت الكهرباء اليوم على تمام الساعة الحادية عشر ظهرا، بدأت تعود تدريجيا لبعض الأحياء وانقطعت في أحياء أخرى التي كانت بنسبة 10% تتواجد بها أو يتواجد بها الكهرباء. إلى هذه اللحظة لا تزال ساعات طرح الأحمال تتراوح من 6 إلى 7 ساعات. هذه 6 أو 7 ساعات تتقسم على فترتين 4 ساعات أو 3 ساعات ونصف. أما بصفة عامة فالكهرباء اليوم كنا في أحد الأماكن في نشرة السادسة والتي تقوم بها شركة الكهرباء بأعمال تصليح وصيانة، مجهودات كبيرة نعم. يقوم بها الموظفون والمهندسين شركة الكهرباء على الأرض، ولكن إلى أين وصلت رجل؟ الرئيسي إلى أين وصلت تلك الصيانة، أعمال الصيانة؟ هل ما زالت مستمرة؟ هل ما زالت مدينة سرت تعاني من انقطاع التيار الكهربائي؟ وما الذي يحدث هناك خاصة في الشركة العامة للكهرباء؟ نعم اليوم تواصلنا مع مدير لجنة الأزمة أو رئيس لجنة أزمة الكهرباء وأنا في سرت الأستاذ رمضان بوشوفة، حدثنا عن هذه الأزمة. هذه الأزمة هي ناتجة على عدم وصول المجات المخصصة إلى سرت، فسرت تستهلك من 90 إلى 100 ميجاوات ما يصل من المنطقة الشرقية بسبب العجز الناتج عن انقطاع الديزل وانقطاع الغاز، قد يصل إلى سرت هنا إلى 50 إلى 60 ميجاوات. هذه الكمية لا تكفي لكمل المدينة وضواحيها، ولكن يتم طرح الأحمال ليتم توزيعها على المواطنين وعلى الأحياء السكنية. نعم من الواضح أن التيار الكهربائي ما زال مستمر في الانقطاع، لأن حتى الصورة مظلمة بعض الشيء. رجب بليبلو موفد قناتنا من سرت كنت معي على الهواء مباشرة، شكرا جزيلا لك.